السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احبابي؟ عاملين ايه؟ منوريني في قناتي، قناة نصر ارت. اتمنى يا رب الفيديوهات اللي بقدم لها لكم تعجبكم، وطبعا اللي يعجبه الفيديو ينزل تحت كده يعمل اشتراك ولايكات كتير 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 علشان يوصلكم كل جديد. النهاردة ان شاء الله معانا قصة جميلة جدا، مش عارفة انتوا سمعتوا عليها قبل كده ولا لأ، وهي عنوان القصة الرجل الذي ارسل الله له اسدا ليقتله. ايه بقى القصة ديت، وايه الرجل ده، ومن هو، وعمل ايه عشان ربنا سبحانه وتعالى يبعت له اسد؟ طبعا احنا عارفين من منذ بدء الخليقة لما ربنا سبحانه وتعالى انزل ابونا ادم وامنا حواء في الارض، وتولد بقى الذريات والناس كترت، وربنا ارسل سبحانه وتعالى الانبياء، ارسل رسائل الانبياء لينشروا في الارض العدل ويعرفوا الناس وجود الله وازاي نعبده. طبعا كانت الحروب بتقوم على ان اللي هم الانبياء او الرسل دول ما ينشروش الدعوة بتاعتهم، كانوا احيانا يقتلوهم، كانوا احيانا يطاردوهم، كانوا احيانا يحاربوهم، لغاية ما وصلنا عند سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. لما سيدنا محمد ربنا ارسل له الدعوة طبعا ونشرها، نشر العدل ونشر الايمان والاسلام والدين في الدنيا. طبعا كانت اهل قريش منهم من امن به ومنهم من رفض ان يؤمن به، وكان من اشد اعداء سيدنا محمد هو عمه ابو لهب وزوجته ام جميل. هم كانوا من اشد اللي كانوا بيحاربوا سيدنا محمد، ومن اشد اللي كانوا بيعصوا الناس عليه، ومع ان هو ده عمه، مع ان هو ده يعني من دمه، لكن ما كانش، وكان يعني كانت العرب وكانوا بني اسرائيل بيتباهوا ان احنا عندنا نبي. كانوا بني اسرائيل يتباهوا يقولوا احنا من ربنا انزل من عندنا نبي. فكان العرب كمان لما كان ربنا طبعا يبقى من عندنا نبي، كان العرب كمان بيتباهوا على الامم ان احنا ربنا جعل من امتنا او جعل من نسلنا احنا العرب اخر الانبياء وخاتم الانبياء والمرسلين. فكان طبعا المفروض ان هو عمه، يعني اخ ابوه يتباهى بيقول ده ابن اخويا. يعني الواحد لما بيشوف ابن اخته او ابن اخوه عامل حاجه كويسه بيتباهى بيه، لكن ده لا، كان من اشد اعدائه هو وزوجته. لذلك ربنا سبحانه وتعالى انزل في سوره المسد سوره باسمهم هما الاثنين، اللي هي بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدي ابي لهب وتب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامراته حماله الحطب، في جيدها حبل من مسد. كان عند سيدنا ابو جهل دي السوره نزلت فيهم لما كانوا بيحاربوه. ام جميل ديت من ألد اعداء سيدنا محمد، وكانت تجمع القذرات وترميها على سيدنا محمد وقدام بيته، رغم ان هي مرات عمه، يعني رغم ان اللي مربي سيدنا محمد مرات عمه فاطمه اللي هي ام سيدنا علي بن ابي طالب. فشوفوا الفرق بين زوجات الاعمام. المهم ان كان ابو لهب ده كان ليه 3 اولاد، اللي هو عتبه وعتيبه ومعتب، دول كانوا 3 اولاد، وكان ليه ولدين متجوزين من ابناء الرسول عليه الصلاه والسلام. فطبعا لما نزلت الصوره بتاعت المسد ديت، راحوا ابو لهب وزوجته ام جميل لاولادهم وقالوا لهم لازم تطلقوا اولاد محمد، ولو ما طلقتوش اولاد محمد احنا بريئين منكم، واحنا لا نجتمع بكم في مكان، ولا نجالسكم في مكان، ولا نعرفكم بعد اليوم يعني. فطبعا انساقوا الولدين وطلقوا زوجة الرسول. فراح ابو لهب عشان هيسافر في رحلة تجارة للشام، فكان عايز ياخد ابن عتيبة معاه. فعتيبة قبل ما يسافر معاه قال له: يا أبي أنا ليا كلمة عند مين؟ عند محمد. راح لسيدنا محمد، فكان سيدنا محمد جالس بين الصحابة وبين اللي هم التابعين ليه، بيعرفهم دينهم وبيقول لهم يعني ازاي نتعامل في الدين بتاعنا، وبيعرفهم تعاليم دينهم والحاجات اللي ربنا انزلها الصح والغلط. جاله في وسط الناس وهو قاعد معاهم، قال له عتيبة: يا محمد، اني طلقت ابنتك
واني كافر بربك وكافر بالنجم اذا هوى وكافر كمان وبالذي دنا فتدلى. وبصق قدام الرسول عليه الصلاه والسلام وقام واخد بعضه وماشي. فقام الرسول دعا عليه وقال له اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. خلاص راح بقى هو لابوه، ابوه قال له انت عملت ايه؟ قال له انا قلت لمحمد طبعا، وحكى لابوه الكلام اللي هو قاله له. قال له ماذا قال لك؟ قال لي اللهم سلط عليك كلبا من كلابك. فقال له انا خايف عليك، انا خايف عليك من دعوة محمد. المهم خدوا بعضهم بقى وسافروا في رحلة الشام، فقعدوا في مكان كده، المكان ده جنبه مكان واسع، نزلوا عشان يباتوا فيه الليلة ديت. فجه راهب وقال لهم خدوا بالكم علشان المكان ده مليء بالسباع. طيب طبعا ابو لهب خاف على ابنه طبعا من دعوة سيدنا محمد، واما جمع الناس اللي هم معاه في القافلة وقال لهم انا خايف على ابني من دعوة محمد، انا عايزكم، انا راجل مسن ومش هقدر احمي ابني لوحدي، انا عايزكم كلكم كده مع بعض نحميه سوا مع بعض. طبعا وافقوا وقاموا لمين ملابسهم وحاجات اللي هي القافله اللي كانت معاهم في القافله، يعني زي هدوم ملابس اغطيه بتاع، وقاموا منيمين عتيبه عليها وناموا هم حواليه حوطوه علشان يحرسوه. طبعا جه اسد من الاسود او سبع من السباع، قعد يشمشم في وجوه الناس اللي قاعدين حوالين عتيبه وفي هدومهم، ويسيب واحد تلو الاخر واحد تلو الاخر لغايه ما شمشمهم كلهم. وقام راح بقى لعتيبه شمه، وقام فجاه راح حاط ماسكه في بقه كده من راسه وراح نطره، وقام رماه على الارض طبعا، وقام شق راسه نصين وطبعا قتله. فكانت دي بقى دعوة سيدنا محمد على عتيبة، اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. وهو دي الأسد ده، الأسد ده هو عبد من عباد الله، وربنا سبحانه وتعالى خلق كل اللي في الأرض عبادا ليه، سواء كانت وحوش ملتهمة وحوش ضارية أو ناس أو مخلوقات اللي هي الدقيقة، كل لما ربنا خلق فهو يعبده ويسبحه ويقدس باسمه. وكده بس هو فيديو صغير بس النهاردة قلت لازم أحكي لكم عليه لو ما كنتوش تعرفوه يعني. وبكده يبقى خلصت فيديو النهاردة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.